بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا ريفيجن على يونت 1 وأسئلة القصة عندنا وأسئلة البلاي المسرحية من كتاب جيم. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة أولا للأسئلة الخاصة ب Act 1 Scene 1 اللي هو الفصل الأول المشهد الأول من قصة كانجلير. Exercise number 1. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. The United States England is actually ruled by the Prime Minister, not the Queen. The United Republic طبعا جمهورية، Kingdom مملكة، Council اللي هي قنصلية، Empire يعني إمبراطورية. طبعا هنا The United اسمها United Kingdom اللي هي المملكة المتحدة، المملكة بنسميها Kingdom، The United Kingdom يعني المملكة المتحدة. The judge asked the lawyer القاضي سأل المحامي a simple question سؤال سهل أو بسيط and he gave a long and confusing وهو عطى confusing أو رد طويل ومربك. quiz ولا puzzle ولا riddle ولا answer، طبعا هو رد عليه يبقى answer إجابة أو رد. طبعا quiz اللي هو طبعا اختبار قصير، puzzle لغز، riddle برضو معناها لغز. After القناطر the river Nile space into two channels Damietta and Rosetta divided ينقسم shares يشارك spares يقضي unifies يعني يتحد. طبعا هنا divides يعني بينقسم إلى نهر النيل بينقسم لفرعي رشيد ودمياط. The divers اللي هم الغواصين were impressed by the space of the coral reefs. طبعا الغواصين انبهروا ب ايه للكورال ليفز اللي هي الشعاب المرجانية. ugliness قباحة، wealth ثروة، beauty جمال، position موقع. طبعا beauty يعني جمال اللي هي الكورال ليفز، ينبهروا بجمالها. The hopes of future the hopes of future يعني آمال المستقبل. space draws many young people and professional sports especially football struggle يكافح affection تأثير poverty اللي هو الفقر riches اللي هو الغنى. طبعا the hopes of future طبعا اللي هو المستقبل يعني الثراء أو إن هم يأملوا بثراء المستقبل. draws many young riches يعني الثروة أو الثراء. The discount الخصم is a space to a half of the fall price during Black Friday. Once third, twice share. طبعا هنا the discount is a space to a half of the fall. يعني أصبح تلت النص. فطبعا هنا a third of. Third هنا معناها التلت. A wife has a space to her husband and to her children. الزوجة has a duty واجب. ولا عندنا invention اختراع، mission مهمة، work طبعا هنا duty عندها مهمة تجاه مين؟ زوجها وأبنائها. The present duke inherited the space from his father. The present duke يعني الدوق الحالي ورث ايه من والده. location الموقع، address العنوان، title اللقب أو العنوان اللي هو المقال، ولا ستيت الدولة طبعا هو ورث منه لقبه. كلمة تايتل يعني لقب. The young man gave his piece most of his old clothes to charity away of in for. طبعا هنا give away يعني يهب most of his old clothes للتشاريتي اللي هي الجمعية الخيرية. A space is a weapon يعني سلاح with a short handle يعني إيد قصيرة and a long sharp blade وليه حافة حادة. طبعا هنا gun بندقية sword اللي هو السيف ولا كانو اللي هو طبعا المدفع ولا stick العصا طبعا هنا sword. My friend is Amani and Adil plan to space next month and invite all their friends to the wedding. مقررين يعملوا ويدعوا كل أصدقائهم separate ينفصلهم engage يتخطبوا meet
يقابل ماري. طبعا قرر ان هما ماري يعني يتزوج. هتلر was known to be a space dictator. طبعا هتلر ده معروف ان هو merciful رحيم, simple بسيط, cruel يعني قاسي, humble متواضع. طبعا هنا cruel كان cruel يعني قاسي. It was a very brave thing to leave my old job in these hard times. It was a very persuasive, مقنع, innovative, إبداع, smart, ذكي, foolish يعني حماقة. طبعا حماقة إن أنا أسيب وظيفتي في هذه الأيام. My parents always advise me to be space and avoid lies. دايما والدي بينصحوني to be vague, honest, tricky, blushing. طبعا honest يعني بنصحوني بقى إيه honest. My uncle is pleased to buy his son a new bicycle on passing his exams. My uncle promised, يعني بيوعدوه. طبعا هنا promised بيوعدوه انه يشتروا له ايه درج. لكن expected يتوقع, graduated يتخرج, puzzled يعني لغز. بعد كده عندنا امتحان اليونت. طبعا عندنا تيست على اليونت من كتاب برضو جيم. A space is a piece of paper that gives information about a label. Flavor نكهة, manufacturer تصنيع, advertisement label طبعا الليبل اللي هو الملصق بدينا معلومات عن المنتج. دكتور say that exercise, الأطباء بيقولوا إن الإكسرسايز can space you against the disease. طبعا هنا endanger خطر, protect يحمي. طبعا هنا protect بتحمينا من, predict يتنبأ, promise يعد. Our local bakery uses a special space to make the bread which it makes tasty. Avenue طبعا اللي هو شارع مش في أشجار. Form technique note طبعا هنا technique يعني تقنية, لكن note يعني ملاحظة. In the workplace في مكان العمل, some people can space best under pressure. Reform يؤدوا أداء, reform design يصمم, revise يراجع, reform يصلح. طبعا هنا reform. As she is very sick يعني مريضة جدا, Mona taught her children to call the space service if something bad happened to her, لو شيء سيء حدث لها. Accuracy الدقة, infection العدوى, emergency اللي هي الطوارئ. طبعا هنا emergency و inquiry استفسار. طبعا هي ايه طلبت من الطوارئ او خدمة الطوارئ. A score of 80 or more is a space that you are doing very well. طبعا احرازك لـ80 او اكتر بدليل على انك بتأدي اداء حسن. ساين علامة او اشارة او لافتة. سيجنال اشارة, طبعا هنا سيجنال اشارة. وسيمبتوم اعراض, ولا نوت يعني ملاحظة. طبعا هنا ساين يعني اشارة ان انت you are doing well. Passengers space talk to the drivers while the bus is in motion. يعني الباسنجر لا يجب ان هم يتحدثوا مع talk to للسائق. طبعا الباسنجرز الركاب لا يجب ان هم يتحدثوا مع السائق. والاوتوبيس is in motion في حركة. must ولا have to ولا mustn't, طبعا هنا في تحريم لان ممكن يعرض لحادث يبقى هنا mustn't. When I saw the new car, لما شفت أو عندما شاهدت السيارة الجديدة, I knew I space it. I had to buy it. I must have bought it. I need to buy it. طبعا هنا ماضي يبقى I had to بدل ماضي had to. I space all these shirts, but I did. I should have bought, but I did. طبعا هنا but I did يبقى عملت الشيء. يبقى هنا إيه I need to have. يعني كان لا يجب ان انا افعل الشيء في الماضي ولكنه فعل. طبعا اللي هي من غير ما نفكر need to have والتصريف التالي. Space see the head teacher, she has called me to her office. I needn't طبعا هنا I needn't ولا I have to ولا I didn't have to ولا I can. I have to see the head teacher, she I have to see the teacher, she has called me to her office. طبعا هنا I have to يعني يجب أو ينبغي أن, يجب أو ينبغي أن. Is it a space for us to send the research as an email attachment, sir? Is it يبقى is it a necessary من غير ما نفكر اللي بيجي معاه is اللي هي mean necessary. Is it necessary? Before you buy a mouse, a nose
your space, consider all the costs. طبعا sorry, before you buy a house. Before you buy a house يعني قبل ما تشتري المنزل. Your space, consider all the costs. لابد ان انت تضع في الاعتبار كل من الاسعار. You needn't, لا يجب. Will have got. You have got. طبعا you have got مفروض يجي معاه to. You don't have to enough. يبقى you needn't, you need to. يجب او طبعا محتاج ان انت تحط كل الاسعار في ذهنك هنا او في الاعتبار. فهمي isn't here. فهمي مش موجود هنا. His base leave early. He must leave early. He had to. He has to. He needs to. طبعا هنا لابد ان هو غادر مبكرا. فهمي isn't here. فهمي isn't here. يبقى he had to leave early. لابد ان هو غادر. طبعا دي يعني باص بتدل على ان الجملة حدثت في الماضي خلاص. يبقى he had to leave early. لابد ان هو غادر مبكرا. I space to look my best. I space to look my best as I am going to have a job interview. I should to look. Well, I must to look. Well, I need. Well, I needn't. طبعا هنا should و must و لإما should و must منفعش لإن معنا to. فلما يبقى عندنا need أو needn't. طب المعنى هنا I need to look my best. I need to look my best as I'm going to have a job. ولا needn't طبعا I need to look يعني يجب ان انا ايه اهتم بمظهري. It's late and the baby is asleep. الوقت متأخر والطفل نايم. Your space makes so much noise. طبعا you must ولا mustn't ولا needn't. طبعا هنا في تحريم الطفل نايم فلا يجب ان انت تعمل ضوضاء. هنا في تحريم mustn't. I space finish this AC today. It has to be handed in by tomorrow. يجب ان انا اخلص الاسي حالا او اليوم لانه طبعا لازم يسلم غدا. had to طبعا ده بتكلم عن حاجه اليوم. don't have to لا يجب ولا mustn't ولا must طبعا must يجب ان او ضروره عمل شيء يبقى must. بالنسبه للباسج عندنا تكلم عن obesity اللي هي الشهيه. being very fat يعني سمين جدا. Is one of the greatest public health challenges من أكبر التحديات للصحة العامة of the 21st century قرن 21. Its prevalence has tripled in many countries يعني تطورت في دول كثيرة. Of the World Health Organization since the 1980s and the numbers of those affected وأعداد من هؤلاء affected أثروا continue to rise at an alarming rate بمعدل يعني مزعج. In addition to causing various physical disabilities and psychological problems بالإضافة إنها بتسبب مشكلة أو إعاقات جسدية متنوعة أو كثيرة ونفسية. Excess weight بتزيد الوزن drastically بطريقة فظيعة. Increases a person's risk of developing a number of non-communicable diseases يعني أمراض غير معروفة أو معدية يعني including cardiovascular disease, cancer and diabetes يعني أمراض زي السكر وزي عندنا ارتفاع ضغط الدم. والكانسر. obesity is a condition. الشهية is a condition حالة that's associated مرتبطة with having an excess بزيادة amount of body fat يعني زيادة وزن الإنسان. defined by genetic طبعا تعرف بالجينات and environmental factors وعوامل بيئية that are difficult to control صعب التحكم فيها when dieting وانت بتعمل diet. obesity is classified تصنف as having a body mass index of 30 or greater أو بنسبة أكبر. BMI is a tool أداة used to measure لقياس obesity الشهية. There are many causes أسباب that directly and indirectly contribute to obesity بتأثر أو بتساهم مباشرة بطريق مباشر أو غير مباشر على الشهية. Behavior السلوك. Environment and genetics are among the main contributors يعني من الأشياء اللي بتسهم to obesity الشهية. The Centers for Disease Control has identified these three as the main cause يعني أكثر أسباب أو الأسباب الرئيسية to the complexity of the obesity epidemic يعني جائحة الشهية. In today's fast-paced environment, it's easy to adopt unhealthy behaviors.
behavior اللي هو السلوك in the case of obesity للشهية related to food choices اختيار الأطعمة the amount of physical activity يعني نسبة أو كمية الأنشطة الجسدية you get and the effort to mention your health والاهتمام بالصحة environment plays a key role يعني البيئة بتلعب دور in shaping an individual's habits في عادات الفرد and lifestyle وأسلوب حياته there are many environmental influences تأثيرات بيئية that can impact your health بتأثر على صحتك decisions today society has developed a more sedentary lifestyle walking has been replaced by driving cars physical activity has been replaced by technology بالتكنولوجيا and nutrition التغذية has been overcome by convenience foods يعني أطعمة تقليدية science shows that genetics plays a role in obesity إن الجينات بتلعب دور في الشهية genes can cause certain disorders يعني الجينات بتسبب أوامر أو تعليمات كده لرفضها which result in obesity بتأثر على الشهية however not all individuals مش كل الأفراد who are predisposed to obesity become affected by obesity مش كل الأفراد اللي عندهم الشهية بيتعرضوا لزيادة الوزن أو الأوبيسيتي اللي هو الشهية research is currently underway the research اللي هو الأبحاث is currently يعني حاليا underway يعني مستمرة to determine طبعا تقرر أو هنا معناها تقرر يعني which genes contribute most to obesity يعني بيقرر هي اللي هو إسهام في زيادة الشهية The main idea of the passage is يعني الفكرة الرئيسية اللي الباسج بتتكلم عنها The dangers of obesity يعني مخاطر الشهية How can the rich countries solve the problem إزاي الدول الغنية تحل مشكلة الأوبيسيتي الشهية The advantages and disadvantages of obesity مزايا وعيوب الشهية Obesity and our health طبعا بتتكلم عن obesity and our health عن الشهية والصحة يعني obesity has increased يعني تزايدت since 19 طبعا كان القطعة ذكرت 3 times يعني ذكرت ان هما 3 اشياء وذكرت هي number 3 which of the following ideas is mentioned in the passage من اللي نذكره عندنا في الpassage food choices and the amount of physical activity are causes of obesity طبعا اللي هو اختيار الأطعمة obesity affects the level of intelligence of all people على ذكاء مستوى ذكاء الناس sedentary lifestyle is one of the cause of obesity where scientists don't know which genes are responsible for obesity طبعا العلماء مش عارفين اللي بيأثر على الشهية أو الجينات طبعا هنا isn't mentioned لم يذكر obesity affects the level of intelligence إن هي بتأثر على الذكاء يعني هي ما ذكرهاش في الباسج أصلا What does the underlying epidemic mean؟ طبعا epidemic جائحة decrease تقليل ولا عندنا control ولا health طبعا control تحكم health صحة أو outbreak يعني تفشي طبعا هنا epidemic جائحة يعني تفشي المرض Explain how obesity is defined and classified طبعا ذكرها في الباسج ازاي هو عرف لنا الابيسيتي في القطعة وعرف لنا ان هي منقسمة الى طبعا نجيبها ممكن نجيبها من القطعة هنا طبعا ده تعريفها obesity is a condition that's associated with وطبعا لحد نهاية القطعة لأنه هو عايز كمان تصنيفها obesity is classified as يعني الجزء ده كله ونكتب عليه number 21 نيجي عندنا لنمبر سؤال 22 infer the causes that directly and indirectly contributes to obesity يعني طبعا هي الأشياء اللي هي سببت بطريق مباشر أو غير مباشر في الشهية طبعا هم ذكر عندنا في الباسج نجيبهم من الباسج برضو طبعا هنا أول عامل عندنا ممكن نقول في العوامل اللي بتأثر عندنا اللي هو البيهيفير السلوك يبقى نمبر 1 behavior
من الباسج عندنا behavior و environment and genetics. طبعا دي الأشياء الثلاثة اللي بتأثر على اللي هي الأوباسيتي. يبقى عندنا behavior, environment and genetics are among the main contributes to obesity اللي هي الشهية. عندنا behavior وعندنا environment البيئة والعامل الثالث اللي نذكر اللي هو الجينيتكس. عندنا number 23 طبعا ال causes ذكرناهم. How do you think the environment affects؟ طبعا نذكر اللي هي جزء ال environment. Do you think that people can overcome obesity and have a good health especially in this technological age؟ طبعا هل الإنسان ممكن يتغلب على فقدان على الشهية and have a good health وتكون عنده صحة جيدة؟ طبعا these times I think most of people ممكن نقول most of people overcome it. ممكن نقول most of people يعني معظم الناس. most people overcome especially yes especially يعني خصوصا الشباب especially the yes. ممكن نذكر بقى by exercise by doing exercise يعني بممارسة التمارين الرياضية by doing exercises. ممكن نقول by following diets باتباع الأنظمة الغذائية by following diets يعني عندنا طرق كثيرة by following. يعني طبعا دي من الطرق اللي ساعدت في الأطعمة. بالنسبة للجزء الخاص بالترانزليشن translate into English القراءة هواية مفيدة جدا لأنها تحفز عقلك. ويقول الخبراء إن لها تأثيرا مهدئا يمكن أن تخفض مستويات الإجهاد وتساعدك على الاسترخاء فضلا عن كونها تثري ثقافتك. طبعا القراءة اللي هي reading is a very useful hobby يعني هي مفيدة جدا because it stimulates طبعا stimulates يعني تحفز your mind اللي هو العقل. experts العلماء say that it has طبعا هنا specifying effect يعني specifying effect يعني أسلوب للاسترخاء specify which can relieve stress ممكن أن طبعا هنا تأثير مهدئ specifying effect which can طبعا decrease ممكن نعملها decrease أو cut down يعني يقلل أو relieve يخفف برضو relieve stress levels اللي هو مستويات اللي هي الإجهاض وتساعدك على الاسترخاء طبعا هنا and helps you to relax الاسترخاء بالإضافة طبعا هنا ممكن فضلا عن ممكن نعملها in addition لو قلت in addition to being أو in addition it enriches your culture يعني ثقافتك. بالنسبة لtranslate into Arabic spare time الوقت الفراغ can be useful ممكن أن يكون مفيد if it's employed إذا تم توظيفه for developing لتنمية one's character شخصية الإنسان physically يعني جسديا and mentally عقليا so we should all لذا يجب علينا جميعا release ندرك its importance أهمية. تعال نشوف مع بعض برضو جزء translation مرة تانية. بالنسبة للترانزليت reading is a very useful hobby because it stimulates قلنا معناه يحفز your mind عقلك. experts say that it has a pacifying effect يعني تأثير مهدئ which can relieve يعني تخفف stress levels مستويات التوتر and helps you وتساعدك to relax على الاسترخاء. in addition it enriches your culture بتثري ثقافتك. بالنسبة لترانزليت into Arabic يمكن أن يكون وقت الفراغ مفيدا إذا تم توظيفه واستغلاله في تطوير
شخصية الإنسان جسديا ومعنويا وعقليا، لذا يجب أن ندرك جميعا أهميته. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.